هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. نستكمل حوارنا في الجزء الأخير من حوار عن القطاع الطبي مع الأستاذ عثمان بن عبد الله بحسين، وهو الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية، آخر شركة تم إدراجها في السوق حتى تسجيل الحلقة طبعا. طيب أستاذ عثمان، الآن علشان نرجع لهذه العقود مع الأطباء وغيره، هيئة التخصصات الطبية تشوف العقود تدخل فيها كصياغة أساسية، ما تدخل بالتفاصيل؟ لا، الهيئة ما لها علاقة بالعمل المالي بينك وبين أي طبيب. لا، هم الهيئة التخصصات الصحية لها علاقة بشهاداتك، مؤهلاتك، مهنيا، تصنيفك مهنيا فقط. هم لا، ما لها دخل في أمور المالية ولا أشياء، هذا بينك وبين المؤسسة. طيب على فرضية الآن المستشفيات الخاصة الحين الموجودة عندهم قطاع خاص، ليش ما تقوم بالعمليات الكبيرة؟ يعني مثلا زرع كلى، عمليات قلب مفتوح، زراعة الكبد، أطراف، يعني العمليات اللي تعتبر كبيرة هذه. أنا لحسب ما أشوف أن القطاع الخاص ما يسويها، كلها ولادة وما ولادة وكسر وعمليات يعني محدودة، ما هي متوسعة في المجال أبد. هل هي من موجودة اقتصادية بالنسبة لهم؟ أنا بأعطيك مثال بس، حين الكانسر أو السرطان، الله يحمينا وإياكم من كل شيء، أنا طلعت كم عدد الحالات اللي وصلت أنواع السرطان مستشفى الملك فيصل التخصصي في عام 2011، 1915 حالة. فما أعتقد أن الدولة قائمة بالعمل هذا، وحالات موجودة، وثانية مكلف جدا، ترى تكلفة عالية إذا ما عندك كم من المرضى، فما تقدر أنك تسوي التخصصات الدقيقة، لأن أول شيء تخصصات عالية جدا، تجهيزها مكلف جدا. ففي السرطان نفس الشيء، زراعة الكبد، زراعة الكلى تعتبر أقل تكلفة. يعني مثلا أنها غير مجدة اقتصاديا؟ لا، ما مجدة للقطاع الخاص، لأنه ما فيه الطلب زايد عليه. أجل إن شاء الله ما يصير واجد. والله أنا أشوف أن الحالات، يعني التخصصي في جدة والرياض ما شاف إلا 1915 حالة جديدة. هذا عام كم؟ عام 2011. يعني وهذا تقرير وزارة الصحة عام 2011 موجود، يعني في التقرير يصدر تقرير سنوي لوزارة الصحة لكل هالأشياء هذه، وإحنا نتابع طبعاً لأننا عسى نعرف السوق وش صاير. لكن اتكلم لك مثلا الان التخصصات اللي وش اكثر الامراض عندنا؟ هو دائما انك فتحت الموضوع، عندنا الامراض مثلا، شوف انا اكثر الامراض اللي تشوف مثلا الابر ريسبيرتوري انفكشن، هو الالتهابات الجيوبه العاديه، عندك امراض الضغط والسكر، عندك الولاده مزمنه، اي عندك الولاده وحالات الولاده، وهذه ما هي بمرض ترى، هذه ما تعتبر مرض، هذه تعتبر والرعايه الامومه والطفوله، وكذلك عندك امراض مثل تجميليه اللي القطاع الخاص يتجهلها، زي في السمنه وعلاج السمنه والاشياء هذه. فنفس الشيء في العظام، ما زال يعني الحوادث لك فينا الشر كثيره، يوميا 17 معدل وفيات. اي نعم. طيب استاذ عثمان، على موضوع المستشفيات، انت كيف تشوف الملكيه الشخصيه في المستشفيات؟ يعني نجد انه شخص يملك مستشفى ما شاء الله يتوسع، ولا مستوصف، ما يعني ما نلمح لاي احد، لكن يملك مستشفيات، يملك مستوصف ويتوسع ويا اخره، صاير يعني عمليه ملكيه فرديه بزنس. انا الحقيقه انا تجربتي وخبرتي في امريكا ان القطاع الصحي والتعليمي في امريكا يسموه نون بروفيت اورجانيزيشن، منظمات غير ربحيه، اغلب القائمه متميزه. احنا تجي الميك كلينك، كليفلاند كلينك، ام دي اندرسون، نفس الشيء رش هوسبيتال في شيكاغو، كل هالمراكز المتميزه تجد اغلبها قامت على الكاثوليك تشيرش والكنيسه الكاثوليكيه، غير ربحيه. نفس الشيء في الجامعات، ستانفورد، ييل، كل هالاشياء المتميزه اللي اثرت العالم بعلماء في القرن العشرين. احنا مشكله خلط، انا عندي تحفظ على شخصي انا، ان اذا يجب القطاع الصحي والتعليمي يدار بمؤسسات وليس بافراد.
حتى لو هدف للربح، حتى يعني لو هدف الربح، بس يجب أن يكون فيه إدارة مستقلة معينة من قبل جهة. يعني يجب أن التعليم العالي يعين أعضاء في المجلس الجامعة أو المدرسة على أساس يشرفون على سير عمل المنشأة. نفس الشيء وزير الصحة أو من يراه أنه يعين في المجلس أو إذا كان عمل فردي. مثلا عندنا في شركة رعاية، إحنا مؤسسة ربحية، لكن عندنا مجلس إدارة، ومجلس إدارة فيه مستقلين وفيها من كلوتا، لكن بسبب الحوكمة يجب أن يكون فيه مستقلين. هو المستقل ما حد يفرض عليه أحد، يعني أحد يقول لك والله يجيبون الملاك الرئيسيين أصوات يجمعون واحد من جماعتهم ولا يتكلمون، لكن يجب أن يتحرى الدقة. الواحد إذا ما عنده أمانة يجب أن تكون الأمانة حاضرة، إذا ما عندك أمانة أنا أعتقد لا خير فيك ولا أموالك اللي تجمعها. طيب الآن على موضوع القطاع الطبي، الآن ليش نلاحظ أن كل المستشفيات الخاصة، يعني خليني أقول يعني مثل الرعاية، قليل السعوديين، قليلة مرة كطبيب يعني. لا والله أنا شوف القطاع السعودة في القطاع الصحي عام قليل. هو كم نسبة تقريبا؟ أنا أعتقد في الأطباء يعني ما أخذ أطباء عندك 20% في وزارة الصحة سعودة، 20% من أطباء وزارة الصحة السعوديين. من كم العدد تقريبا؟ والله ما عدد الأطباء في وزارة الصحة تقريبا أعطيك أنا طبعا بمختلف تخصصاتهم بمختلف استشاري إيه يعني حوالي ما يحضرني الرقم، لكن احنا عندنا تقريبا حوالي 2 لكل 1000 مواطن موجود طبيب، وهو قليل. فعندنا النقص، احنا ما السعودي نبغى السعودي، لكن نبغى السعودي المؤهل، نبغى السعودي اللي تعلم القطاع الصحي. احنا في شركة رعاية عندنا 20% سعودة، ونسعى الى سعودة اطباء ولا اداريين ولا المجموع كامل كشركة لا انت تعرف المستشفى تتكون اطباء تمريض فنيين اداريين وخدمات مساندة اللي فيها النظافه والتغذيه والمطبخين. طبعا انت ما راح تجيب هاوس كيبنج او تنظيف سعوديين، قليل جدا. صحيح. نفس الشيء التمريض، فهذه تاثر. يعني هذه الشيء اللي كنا نطالب به وزاره العمل، انها لما وضعت النطاقات تنظر للقطاع الصحي، تفصل على الاقل تجزئه، ما تحط تقول والله الاداريين يجب ان تصل هالرقم، ما عندنا مشكله. في الفني تدرس كل قطاع، يعني تدرس كل قطاع بفئاته. وما انا اقدر اجي اقول والله ابي عليك 20% ولا 25% زي ما تذمر حقين النقل وحقين انا ما اتكلم عن القطاع الصحي، يعني كل واحد له شكواه، كل واحد له شكواه، لكن احنا ما عندنا واعتقد وفيه منافسه. رواتب الان في القطاع الصحي، يعني تخريج بكالوريوس في التمريض يذهب لوزاره الصحه ياخذ لا يقل عن 7000 8000 في الشهر، قليل هذا بداية. يعني أنت تخيل أنت لو أنت بتجيب أحد وأنت كيف ترتفع التكلفة عليك في القطاع الصحي الخاص؟ يعني الطبيب الاستشاري كم يأخذ؟ حل معت أقل من 35000 ريال ما تحصل. لا غير سعودي على فكرة، غير سعودي. إيه؟ السعودي كم؟ السعودي 50 فما فوق. أرقام. طيب انتم في الشركه هل عندكم اداره خاصه بالتدريب والتعليم والاشياء هاي؟ على الاقل تقول احنا والله نصنع اللي نبيه وندربهم ونعلمهم ويشرون منا وفينا. يعني احنا عندنا احنا ما عندنا معاهد تدريب، احنا ما نبغى ننافس الاخرين في كليات، احنا عندنا اتفاقيات مع كليات للتدريب في الواقع، لان الكليات ما عندها مستشفيات. انتم تدربون اللي موظف لكم ولا اللي يجي؟ ندرب اللي موظف لنا واللي يجينا. بعض المرات نسوي عقود مع الموارد البشريه، صندوق الموارد البشريه، ومع الكليات الطبيه على اساس يجي يتدرب سنتين او سنه ويدفع لهم مقابلها، بعدين له بالخيار يستمر معنا في عمل عقد اذا كان كويس ومطابق، ولا ينتقل الى مكان اخر. يعني انتم بالنسبه لكم كتدريب وتعليم موجود في كل التخصصات تقريبا؟ لا الطبيه، لا الاطبيه المسانده، التمريض، الفنيين، الاشياء، الاطباء ما دخلنا فيها لان لها شروط وضوابط. كيف يعني تصنف الطبيب السعودي؟ وين مستواه كليفلز، يعني كمعيار مقارنه بهالعالم، يعني وين مستواه؟ والله الطبيب السعودي يعتبر وين اذا كان
خريج امريكا ولا يعني امريكا الشماليه، كندا او الولايات المتحده ولا اوروبا، ما عدا استثني بعض التخصصات اللي من المانيا، الزائرين اللي يسمونها اخصائيين الزائر الاستشاري الزائرين اللي بدا فيها، فهو اعتقد متميزين ومتقدمين، خاصة والبورد السعودي قوي، يعني يجب ان نعرف ان البورد السعودي قوي هنا، فهنا عندنا خريجين متميزين. وانا اعتقد ان الطبيب السعودي متميز ومؤهل ويكسب الثقة، وكل يوم يكسب الثقة المجتمع. هذا انا اعتقد انه لا يقل قدرا عن الطبيب الامريكي او الطبيب الاوروبي بنفس المستويات. اي نعم، يعني انا لاحظت مثلا في التخصص يوجد هناك زراعه كبد وزراعه حتى كلى وحتى قلب، يعني العمليات اللي زي هذه كتكاليف طبعا الدوله تتحملها تقريبا 100%. اي نعم، يسمونها التخصصات السبعه اللي تحملها الدوله كلها، في اي مواطن يقدر يدخلها. وش هذه السبعه؟ خلينا نستفيد. زراعه الكلى، زراعه الكبد، امراض السرطان الله يحفظنا اياكم، القلب تحضر فيه انواع ثانيه مثل فيه هذه عمليات، عمليات او اصابه يسمونها تشخيصات، او الامراض المزمنه يمكن. لا من الامراض المزمنه مثل السكر والضغط. لا ما هي منها هذه، انا يحضرني خمسه منها بس، فيه اثنين ما يعني مثل طيب. القلب والبرين سيرجري، عمليه المخ والاعصاب هي. طيب وش رايك بشركات التامين اللي ما تامن على اللي فوق 60 سنه الا بتكاليف مختلفة أو يمكن ما تأمن بعد؟ مشكلة. وبنفس الوقت على الأمراض المزمنة يسألونك ما عندك كذا ما عندك كذا، يعني يبغونك تأمين بمقاسهم وليس بمقاس ظروف الحياة. التأمين، شركات التأمين شركات ذو ربحية ودائما عندها وعاء تأميني، فهالوعاء تتأكد من اللي فيه ما يرهقها، عشان في النهاية الخسارة في هالبوليصة أو إنه ما، فإذا جمعت هم بوليس وحط، وذاك تجد في أمريكا من يأمن على اللي فوق 60 سنة؟ الحكومة، الميديكير اللي أمن على، من اللي أمن على الفقراء المساكين اللي ما عندهم عمل؟ الحكومة. الميديكير. فإحنا قل لا سألوا وقالوا لا، روحوا لوزارة الصحة هي المعنية بعلاج جميع المواطنين بجميع فئاتهم. طيب وش ابرز المشكلات اللي تصير معكم مع شركات التامين انتم كقطاع صحي قطاع خاص؟ والله شركات التامين هو الضغط، تاخير الدفعات بعد مرض، الضغط في الاسعار، وثانيا كيف الحسبه تصير اصلا، او الموافقات تجي متاخره، يشغل المريض يضع تحت، يصير تحت ضغط نفسي انه له اشتراطات وموافقات. والحسبه مع شركات التامين هو عندنا سعر قائمه اسعار، لا من ناحيه الخدمات او من ناحيه الاشياء اللي يسمونها الباكجز والكيسز، ومتفق عليها. هذه طبعا هذه الاسعار مقرره من عاده تراقبها وزاره الصحه او تطلع عليها وتوافق عليها على اساس يكون فيها، وبعدين يدخل في مفاوضات شركات التامين مع المستشفى، كم عدد اللي بتجيبي وكم اللي بتحول، يعني انت في النهايه وكم الخصم، يعني خصم زي اي قطاع من مثل من قطاعات الخدمات. يعني انت في الفندق مع الشركه تتعامل مع الفنادق تعطي خصم 5% 10% 15%، وهذا الاسلوب اللي يتعامل. طيب مدير المستشفى، يعني انا اشوف من بعض الاشتراطات انه قد يكون مو عالي الكفاءه، يعني انا شفت في بعض المستشفيات تلقاه في وادي والمستشفى في وادي، يعني ما في، خاصه بعض القطاعات الحكوميه صراحه. فانت كيف ترى مسألة انه من يدير المستشفى؟ والله انا بما ان تخصصي في ادارة المستشفيات، وانا من الناس اللي كانت الدولة ابتعثتهم في 76، وكان اتجاه انها تبتعث، كان في تبني لوضع مؤهلين يديرون المستشفيات، متخصصين في ادارة المستشفيات. انا اعتقد ان احنا نجيب الطبيب من عيادته ونضعه يدير المستشفى. انا لا اقلل من شأن الطبيب، الطبيب يعرف، لكن مو كل واحد مهندس ميكانيكي يقدر يدير ورشة. يجب أن يكون في تخصصات، لكن في أطباء متميزين في إدارات المستشفيات، وفي إداريين تعيسين بعد في إدارة المستشفيات. وش الخلطة الصحيحة؟ الخلطة هو اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني أنا أقيم هالشخص، ما أخذها على علاتها.
أجيب كل شخص وأقابله وأشوفه هل هو مؤهل، وش تاريخه، وش مخرجاته، وش مو على طول أجيبه من يوم متخصص طبيب أحطه مدير، لا، هل هو مسك قسم، هل هو مسك أقسام، مجموعة أقسام، هل هو مسك إدارة طبية، يعني يتدرج. هل وزارة الصحة تتدخل في قضية إدارة المستشفيات؟ لا، يعني كمدير أو كذا؟ لا، وزارة الصحة تشرط، النظام يشرط، مو وزارة الصحة، نظام المنشآت الصحية يشرط أن يكون المدير الطبي طبيب سعودي. إيش معنى مدير طبي؟ لأنه هو طبيب مدير فني، لازم مدير الأطباء اللي يعرف ويقيمهم ويقيم الأطباء لازم يكون من جنسهم، من جنسهم، مو بالإداري. الإداري ما يعرف تفاصيل الطب والتشخيصات هل هي كذا ولا، هو يعرف إدارة مالية، إدارة خدمات، إدارة فندقة، إدارة شيء، ويعرف الأشياء دي. أما المدير الطبي هو المدير الفني للمستشفى. طيب، العيادات اللي موجودة، أنا ممكن برجع بس أستوضح هذه العيادات الطبية اللي موجودة بكثرة، هذه وش تعكس؟ وش معناها؟ تعكس الاحتياج، تعكس انه ما في مستشفيات، انه ان البلد في حاجه، ان في نقص في وزاره الصحه في تقديم الخدمات الرعايه الاوليه، فالناس يروحون للعيادات، لان هذه شبه رعايه اوليه، ما راها انها تخصصيه، ولا كل اغلبهم طبيب عام ولا طبيب استشاري. وفرضنا الان وزاره الصحه تفرض على المستوصفات تحطون استشاريين، الاستشاري في نقص، ما وجدنا في مستشفيات في مناطق المملكه ما فيها استشاريين، فبتفرض على المجمعات الطبية استشارية، هو الجود من المجهود. شكرا لك استاذ. شكرا مشاهدينا الكرام، ايضا شكرا لمتابعتكم، والى اللقاء.